يعني ب17 والبلد ب20 البني ب40 ورجل 15 كده. الاسعار نزلت بعد العيد. هديك شايفه قليل قليل خالص. السبب الله يكون في عون الناس. ايه السبب؟ السبب ما فيش فلوس. ايه السبب يعني؟ السبب لو في فلوس هتلاقي الدنيا مليانه، لكن فلوس قليله في البلد. والله مش البورصه، لا ده علاف وحاجه بتيجي من بره، والدولار وصل 12 ونص يعني. ما والدولار هو رفع الدولار هي السبب، وبعدين الفراغ دي حتى الكتكوت بيجي من بره. الكتكوت نفسه بيجي من بره. يعني 90% من منتجات الفراخ دي بتيجي من بره، فعشان كده الحاجه بتغلى. يعني الاعلاف حتى الكتكوت نفسه. ده البلد بتعمل ايه؟ البلد ما بتعملش حاجه. البلد بتصنع حاجه دلوقتي؟ ها؟ الابره بيجيبوها من الصين. معقول ايه؟ مش ليه حاجه رخيصه. الطماطم ب 4 جنيه. الخضار يعني اقل حاجه الخضار اللي هو الجرجير وال انت عارف كنا نجيب ما فيش منه هجيب باريزه يا مدام برو نص جنيه دلوقتي بنص جنيه. سيادتك بقول لك انا نازل دلوقتي جايب ب 50 جنيه اهو شوفيهم اهو صوريهم فطار جبنه وفين يعني هعمل اقول له الاسعار مش اسعار مولعه. الناس مش عارفه تعيش في البلد اصلا. هنروح لمين ومين نيجي لمين؟ ما فيش رقابه في البلد. وريني رقابه. ادي انت جايه الساعه 10 في رقابه في السوق؟ ما فيش. التجار بتعمل بمزاجها وتبيع بمزاجها. لا في حكومه ولا في تجار ولا في اي حاجه. الكبار اساسا هم اللي بيعملوا السعر براحتهم. هم اللي بيعملوا السعر براحتهم. السلعه جايه غاليه من فوق يا ست الكل. يعني هتقولي لي بقى اسعار ورقابه ولا كلام من ده كله بيحصل. لا في رقابه ولا في اسعار ولا في حاجه. كله ماشي مع كله. اللي عاوز يغلي غلي بمزاجه واللي عاوز يرخص يرخص بمزاجه. بس اسعار البنين وصلت 50 جنيه حاليا. من كان ب 30 في الاول في فرق جامد في السعر. فالشعب كتر خيره ومش قادر. فالسلع هتلاقي على الفراخ راقده زي ما انت شايفه كده ما فيش بيع ولا شراء. احنا قاعدين كده مستنيين كده حد يجي يشتري مننا وقاعدين فاضيين. في رمضان وصلت عشرينات الفراخ ونزلت شويه دلوقتي، بس في المرتبات بتاعت الناس ضعيفه ضئيله. ما فيش مرتب كامل عشان واحد يصرف على بيت كامل. انا بقول لك الراجل بيصرف فطار بس جايب حاجات ب 50 جنيه باقي اليوم هيقضيه بكام؟ فالسلع برضه في ارتفاع في الاسعار، والحكومه برضه مش مظبطه اسعار الناس المرتبات والحاجات دي. فالشعب كتر خيره هيجيب منين عشان ياكل عياله؟ المانجا ب 12 والتيم ب 12 والكمثرى ب 10 والتفاح ب 12 وكل حاجه رخيصه بس ما فيش حد بيشتري. سبب المدارس والدروس والعيد، واحنا بعد العيد اهو الناس طالعه من العيد ما عادش فلوس. هذا السبب. لكن ما في سبب غير كده يعني. يعني الاول كانت في يعني قبل في الايام اللي الناس قبضوا فيها في اول الشهر بيبقى في حركه في بيع وشراء. دلوقتي الناس على يعني بتاخد على قديه بس اخر النهار الزر ده بيخلص. يعني ما تتبعيش اي حد يقول لك ما فيش حركه والبلد واقعه. لا، البلد شغاله ومليانه فلوس. بس هي الاسعار غاليه جدا يعني مش عاوز اقول لك كل يوم بتزيد. يعني ما فيش يوم بتقل. وما اعرفش الناس هتعيش ازاي. يعني الحكومة تراعي حتى الناس الغلابة اللي ما معاش فلوس. يعني لما يبقى كيلو كوسة ب7 جنيه أبسط حاجة الكوسة ديت، يعني الناس تعمل إيه؟ اللحمة اللي بتزيد بالستة جنيه في زيادة فيها، الفراخ اللي زادت ومش عاوزة تنزل. يعني مش عارفين الناس بصراحة تعمل إيه بصراحة. يعني أنت عندك الكوسة. كوسه بسيطه ما فيهاش اي حاجه. الفاصوليا، الباميه ب 10 جنيه وب 12 جنيه وبرده مش عاوزه تقل. ايه هتنيها كده على طول؟ ما يعني عاوزين نعرف. الطماطم القوطه ب 3.5 وب 4. طب هتنزل امتى؟ هي كانت قبل كده كانت قليله وزادت. طب مش كفايه الزياده بتاعت الخضار؟ البطاطس ب 5 جنيه وب6 جنيه. يعني بصراحة الحكومة تراعي للناس شوية. باصين للطرق اللي بتتعمل، باصين للكباري، إنما مش باصين للأكل بتاع البني آدمين. الأسعار والله الأسعار حلوة ورخيصة، بس ما فيش زبون. الحاجة غالية يعني ب10 جنيه محدش داخل عليه. نعمل إيه؟ وهنا واقفين وحالنا واقف والزبون تعبان والمهية النهاردة مش عاملة حاجة الأسعار كلها يعني غالية. والله غالية علينا وغالية على الزبون.
يعني هنا لما بنروح نشتري الحاجة بنشتريها كذا مرة، غير أجرة العربية 70 جنيه و80 جنيه لغاية ما تيجي هنا من العبور لغاية ما تيجي هنا، يعني بنشتريها 3-4 مرات لغاية ما تيجي هنا. طبعا الحاجة بتيجي غالية وغالية على الزبون وغالية علينا احنا كمان، وهنا مش عارفين نبيع من الغالة. بس هذا كل الموضوع، يعني أنا واخدها ب7 جنيه من قلب العبور، على البالها بتيجي هنا والله بتصرف قد كده، يعني بتصرف ميزان وبتصرف خروج عربية و70 جنيه مواصلات أو 80 جنيه العربية لغاية ما تيجي هنا، والحاجة كلها غالية والله. يعني بنقول للزبون المانجا ب 12 جنيه ما بياخدهاش، بنضطر نبيعها والله العظيم زي ما جايبينها بالخسار، غير الهلك اللي بيطلع منها. هو الخضار الطماطم اليومين دول شده شويه، يعني بتبيع 3 جنيه بطاطس بتباع ب 4 جنيه و5 جنيه للتحمير النظيفه، بس الباذنجان زي ما انت شايفه ب 2 جنيه ونص، مانجا ممكن 10 جنيه سكري 8 جنيه كده يعني. بس هذا كل المشوار. زمان كنا نشطب الظهر والناس تروح بدري كسبانه وبخلص اخضرها بدري، وكان الناس تقدر تقوم بدري تاخد حاجاتها، لكن دلوقتي الزبون نايم طول النهار ويروح يجيب اكل جاهز ياخد على قد الحال كده، بس ما حدش بيتابع. والاسعار حلوه، لا هيقولوا لها الحكومه كل حاجه، ما فيش حاجه، ما حد واخد حاجه والله. الراجل الصبح ملاقي خيار قد كده وجزر قد كده، يعني ثمنه مش الفلاني. هو الخضار بيني وبينك يعني من ايد التاجر، هو الفلاح، احنا ما بنجيبش من العبور، احنا بنجيب من شبين القناطر، من الفلاح بنجيب، من الفلاح يعني لا، الملوخيه متهوده، الباميه غاليه، الفاصوليا ب 14 جنيه يعني غاليه، الباميه بنبيعها ب 12 غاليه برضك، يعني اسعار برضك. انا اقول لك لا اسعار، بس يعني احنا يعني ايه، شفت احنا بياعين اهوت وبنبيع الحاجه، مظلومين مش عارفين نعيش في بيوتنا، احنا مش عارفين على الغلا اللي احنا فيه ده. النهارده كيلو رز بكام عشان نجيب كيلو رز؟ اما نجيب مثلا فرخه اسعار يعني رهيبه، يعني يوم الجمعه دوت الواحد مش عارف، ما بيعرفش ياكل عياله من الاسعار الرهيبه. هلا ازيك يا عم الحاج، صباح الفل. يعني اسعار، احنا كيلو الرز دوت بنجيبه بكام؟ كيلو السمك النهارده بكام؟ عشان عيلنا بيقول نفسها في السمك، عايزين ناكله سمك. كل حاجه غاليه، مش هقول لك لا، كل حاجه غاليه.